بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت الأبدي القديم الأول، وعلى فضلك العظيم وجودك المعول، وهذا عام جديد قد أقبل علينا، نسألك العصمة فيه من الشيطان الرجيم وأوليائه وجنوده، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، رب وربك الله، هلال رشد وخير. اللهم إنا نسألك العافية وشفاء من كل داء ووباء، واجعل لنا من السالمين والمعافين منها، وأعد علينا لذة التحنث والاعتكاف في بيت من بيوتك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.